أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية من رافدين. أدى هبوط أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها إلى انخفاض واردات العراق النفطية بنسبة 6.57% في شهر تموز الماضي. وأظهرت إحصائية بيان شركة تسويق النفط العراقية سومو انخفاض واردات العراق النفطية لشهر تموز الماضي بلغت 10.608 مليار دولار بمعدل انخفاض بمقدار 746 مليون دولار مقارنة بشهر حزيران التي تجاوزت 11 مليار دولار. طالب النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي حكومة الكاظمي بمراعاة المحافظة والحفاظ على أموالها وعدم مصادرتها. وقال الصالحي إن مصادرة أموال البصرة من البترودولار والمنافذ الحدودية يعد سلبا لحقوق أبنائها وتجاوزا على مقدراتهم الاقتصادية في ظل حاجة المحافظة إلى مشاريع للماء والكهرباء والبنى التحتية. وفي وقت سابق أعلنت السلطات الحكومية في البصرة رفضها لقرار مجلس الوزراء تحويل تخصيصاتها المالية الخاصة لخطة مشاريع المحافظة إلى بطولة خليج 25. أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن العراق بحاجة إلى موازنة للاستفادة من إيرادات النفط في المشاريع الكبرى، مشيرين إلى أن إقرارها بات أمراً صعباً بسبب الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضحوا أن البلد في الوقت الحالي بحاجة ماسة للموازنة حتى وإن كانت هجينة، لأن العراق تأخر في الحاق بالركب العالمي التنموي، مشيرا إلى أن قانون الأمن الغذائي لا يفي بجميع متطلبات المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية كالموازنة العامة. أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن العراق حل بالمرتبة الثالثة من بين أكثر الدول استيراداً للسلع غير النفطية الإيرانية. جاء ذلك وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، الذي قال إن تجارة غير النفطية للبلاد قد لامست 9 مليارات دولار في شهر تموز الماضي. وتتهم جهات معنية ولجان مختصة إيران بالتسبب بتعطيل قطاعي الصناعة والزراعة في العراق لإبقاء سوق لبضائعها والاستفادة منه للالتفاف على العقوبات الأمريكية عليها. انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى في شهر تموز. وقالت مصادر صحفية أن المؤشر ابتعد عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في شهر آذار الماضي، فيما أكدت أن مؤشر شهر تموز لا يزال أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بفعل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الأخبار الاقتصادية.